أحب السؤال الثاني. يا مرحبا يا حمد الأكلوبي، حياك الله يا حمد. بديت الحين للمراية. يا أهلا بحمد، الله يبقيك، حياك الله. السلام عليك. بال أنا محافظ على نقاطي. جاهز يا حمد؟ جاهز، والله يجعلني أطيح على أنت طبعا ما عندك خيار واحد اثنين، فأنت أنا برايم صح؟ غدا لا محالة إلى البرايم إلا إذا الله رزقك بالحصانة المالية. يجيب الله خير، وإذا أنا إن شاء الله أني راجع معاقبك يا عبد الرحمن كل أسبوع ولا بالعكس أحلى عقوبة إني أشوفك كل أسبوع. الله يطول عمرك يا حبيبي يا حمد. سؤال حمد على الشاشة يقول: كم عدد السور المكية في القرآن الكريم؟ 11 أو 85؟ السور المكية؟ كم عدد السور المكية في القرآن الكريم؟ 11 خليك هنا طالعني أو 85؟ يا ولد خمس، فلكنها صعبة. فهم السؤال نصف الإجابة، وهذا ما تعلمناه. الملكية صح؟ المكية وليس الملكية. أيوة مكية يعني كذا. 85. 85 ثبت. 85 أو المكية، أنت تقول كيف؟ في سور في القرآن الكريم نزلت في مكة المدينة المنورة وفي مكة المكرمة، وهل يعقل أن طبعا القرآن ما شاء الله وعدد السور اللي فيه واجد عشان كذا، ولكن ربما 11 في لا لا صح في مكة، ويمكن 85 في المدينة والعكس صحيح. لا ترى عندي ثقافة أنا وعلي. عندك ثقافة؟ نعم. ثقافتك تقول ثقافتك ودتك للبرايم، هذه الثقافة العقلية باستخدامك للجوال. هذه ما هي ثقافة، هذه وش؟ هذه عقوبة. هذه عقوبة. حمد الأكلوبي يقول عقوبة ودتها إلى البرايم، وإجابته في السؤال كم عدد السور المكية في القرآن الكريم، اختار ما بين 11 و85، وكانت إجابتك يا حمد الأكلوبي صحيحة. مبروك يا سلام. عيال لا تفرحون عيال، أنا في البرايم يا ريدي. هم يقولون لك ليه تستانس وأنا أقول ليه تستانسوا. أنت بكرة في البرايم صح ولا لا؟ صحيح. طيب إلا عادي إذا رجعت بالحصانة المالية، هذا شيء ثاني. الأمر الثاني يمكن تفتح صندوق الآن وتأخذ 1000. طيب إذا فتنفعك في مسيرتك إذا طحت، وممكن ترحيل البرايم وتحرق على أخوياك. لا أبي أخذ معي واحد من الشباب، إيش رأيك؟ تأخذ معك واحد من الشباب؟ يا سلام. اسمع بس، اسمع الخيار اللي يبيه. إيش رأيك معي؟ أخذ معي واحد من الشباب إذا طحت في ترحيل البرايم. حبيبي حبيبي أنت شغال في النقل الجماعي؟ لا. تبي تاخذ واحد؟ احتمال ابدا من ذا الليل. طيب عطني. تبي تاخذ 200 ولا رقم؟ لا باخذ رقم. هي تاخذ رقم؟ خربانه خربانه. يلا رقم. عطني 13. رقم 13 اختيار. ذكي ذكي يا محمد ناصر ذكي. الله تكفى ربها. الله بالخيار. الله بالخيار. خلاص امشي بالعض عيال المره الجايه. الله بالخيار والجزر. فهمتوها؟ ضحكوا طيب. طيب اول مره نكت عشان هم يقولوا لي دائما انت اذا جيت يعني تكون عصبي او شكلك كذا. انت معلم خرب تاخذ 13 ومحمد ناصر ياخذ 13. ها خلينا نشوف 13 ذا. ما انا محمد ناصر انا اعرفه. حبيبي اسلم. المشاهدين الآن عرفوا. خلنا نطالع هنا تكفر، خلنا في الكاميرا ذي ولا ذي؟ لا هنا هنا. أنا عادي أطالع صح؟ ايه؟ خربان برايم يا شيخ. كيف؟ خربان برايم. لا لا طالع طالع طالع. أنت بكرة وين؟ برايم. في البرايم صح؟ صح. لو جاك خصم ما هي فارقة. ما هي فارقة. لو جاتك نقاط حتضيفك إذا استمريت بكرة صح ولا لا؟ رصيدي. حمد الأكلوبي اليوم اختيارك 13 كان، حتاخذ فراشك إن شاء الله. وحيكون نومك بالساحة إلى نهاية إلى بداية البث. اليوم الثاني إلى اليوم. يعني اليوم يا حمد الأكلوبي أنت
يعني اليوم هي خربانه 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 وفي شيء الله ما ادري في احد داعي عليك ولا سوء المنقلب ما ادري جاي دعوه من ايه طبعا في حال رصدوا عليك الاداره مرقت انك نمت جوا جوا طبعا متى تقدر تروح ل طيب اذا رقد جوا يرحلون ابراهيم لا هذا طبعا ممكن عقوبه اخرى تضاف في رصيدك 2000 3000 انا ما ادري طيب عندي حل ودك تعطيها واحد من حكم لا للاسف لا فاليوم عليك. طبعا حينتهي بثك بلقطه ان شاء الله من المخرج وفراشك برا انت تمام برا وين مش هنا برا في الساحل ازهل تمام موافق يا حمد اياك هذه عقوبه حمد الاكرمي يلا والله نبيها خصم يا عيال والله نبيها خصم طبعا في ثنايا الحلقه ان شاء الله حيكون معنا اتصال اليوم من وكيل الجمهور اللي حيعطيكم فيها الانتقادات والايجابيات وايضا فيها توزيع نقاط نايف رفيدي يا مرحبا يا مرحبا بالمناسبة نايف طبعا غادر أسبوع الماضي